لا بدائل ولا حلول أمام الكوادر الطبية في مستشفيات كورونا في إدلب سوى الاستعاضة عن المرضى الأخف أعراضاً بمرضى أشد خطورة. بعد غياب الأسرة في معظم مراكز العزل في إدلب وريفها وبسبب الانتشار الهائل للإصابات وازدياد أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى عناية طبية مشددة في مشافي كوفيد ومراكز العلاج المجتمعي، فقد وصلت تلك المراكز إلى مرحلة إشغال تام في كل مناطق حارم وسرمدة وإدلب. فللأسف وصلنا إصابات شديدة جدا، وصلنا هلأ فيك تقول وصلنا لمرحلة الانهيار. المشفى عندي تقريبا ما ضل عنده شواغر، لا بمشفى الزراعة ولا بالمشافي الكوفيد الأخرى. زملاء المشافي الأخرى نحن كل نهار عم نتواصل معهم بشكل مباشر، الحال من بعضه، ما عم نلحق أكسجين، ما في عندنا شواغر، المرضى عم نلاقيه بالمشافي العامة، ما عم نعرف كيف نأمن لهم أماكن. منذ بداية جائحة كورونا في الشمال السوري وحتى اليوم تبدو طريقة تعاطي الأهالي مع الفيروس ضعيفة، حيث تشهد تلك المناطق غيابا شبه تام لإجراءات الوقاية. حكومة الإنقاذ فرضت إغلاقا لبعض المنشآت الخاصة وعملت على فض التجمعات في أسواق بيع الطيور والماشية وقررت إيقاف العملية التعليمية، إلا أن هذا القرار لاقى مؤيدين ومعارضين له. بس إذا العالم بدأ يسكر وهذا بده يسكر وهذا بسكر، العالم ما بتشتغل بطول، ما في شغل، ما بصير شغل بطول. يعني هلق مثلا الأزمة صلاة طالعة مثلا 3 أيام عاملين ضجي كورونا 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 كورونا، بس الحمد لله يعني الأسواق شغالة. هي الإجراءات أنا معها فعلا، يعني كونه بتخفف شوي من اختلاط الناس اللي مثل ما شفنا خلال الفترة الأخيرة، الناس كتير كانت مقبلة على الأسواق، مقبلة على التجمعات، خلينا نقول على الأماكن العامة، على النوادي، على على على، فهي الأمور كلها تخلت اختلاط الناس زائد بين بعضها، وهذا الشيء أنا بتوقع أنه كان السبب الرئيسي لانتشار الفيروس بشكل كبير كتير في المنطقة. تشهد منطقة إدلب ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ووصلت نسبة الخطورة إلى أعلى مستوياتها. إلى متى سيصمد القطاع الصحي في إدلب إذا استمر الوضع الحالي؟ إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.